اهلا وسهلا بحضراتكم والحلقه الاخيره في هذا الشهر الكريم من امنت بالله نكمل فيها حلقه اليوم عن الخطاب الديني ما الذي حدث الخطاب الديني لماذا احدث ربكه عند كثير من الشباب لماذا يصل الخطاب الديني في بعض الحالات ببعض الاشخاص الى الالحاد هل لدينا مشكله في الخطاب الديني في من يقوم بهذا الخطاب ام ان الدين نفسه يحمل ما فيه من تناقضات هي التي دفعت الى هذا التناقض الذي نراه هذا موضوع حوارنا النهارده مع ضيوفي الاعزاء فضيله الشيخ العلامه النظار سعيد فوده اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا بك فضيله الداعيه الاسلامي الحبيب علي الجفري اهلا وسهلا بحضرتك حياكم الله وبركاته فيكم هنطلع فاصل بعد الفاصل سنبدا الحوار فانتظرونا اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى نبدا حوارنا فضيله الشيخ سعيد اين المشكله لماذا هذا الارتباك في الخطاب الديني من اين الازمه وهذه ليست ازمه طارئه او خاليه ولكنها ازمه ممتده عبر عصور مختلفه جميل هو في الحقيقه عندما تقول الخطاب يعني تعريف الخطاب هو الحاصل بالفعل الان الخطاب الديني المعاصر الموجود بالفعل نعم 100% الازمه ليست لحظية فعندما نريد أن نعالجها يجب أن ننظر في بواعثها في مكامنها الماضي الماضية في واقعها المعاصر ما الذي بعد ذلك نأمل أن تكون عليه الحالة في المستقبل القريب أو البعيد إذا عندما ننظر في هذه الازمة يجب أن نعرف كيف نشأت هذه الازمة الخطاب في الحقيقة ليس الازمة ليست فقط محصورة بالخطاب الديني نعم هناك ازمه في الخطاب الديني لها بواعث داخليه ولها بواعث خارجيه الازمه في الحق في نظري انا موجوده عند كل انواع الخطابات في لاحظ ال... هي جزء يعني الازمه هي هذه الازمه هي وليده او مجاوره ومقارنه لازمات كثيره جدا في الخطاب القومي في ازمه في الخطاب السياسي في ازمه في الخطاب الاقتصادي في ازمه نعم. بال... ف... فبالتالي لازم يجب... مرحله نعم بالضبط المرحله نحن التي نعيش مأزوم. فيها بارك الله فيك، هذا هو النتيجة الحقيقية الصريحة جدا، نحن وضعنا مأزوم في كل المستويات، في المستوى الروحي، في المستوى الديني، في المستوى الاقتصادي، في المستوى السياسي، في كل المستويات. إذا عندما ننظر في الأزمة الدينية هي في الحقيقة الخطاب الديني هو في الحقيقة فاعل ومنفعل متأثر بمن حوله وهو يحاول أن يؤثر فيه بحسب صلابته، بحسب قوته، بحسب نصاعة فكرته عن الدين. هذه كلها عندما نتكلم عن الخطابات نتكلم عن مخاطبين موجودين، المخاطبون الموجودون الذين يتكلمون بلسان الدين بلسان الشريعه تتنوع اصنافهم، منهم من يقارب في فهمه الـ الـ في فهمه حقيقه الدين ومنهم من يبتعد قليلا ومنهم من يبتعد كثيرا اذا الخطاب الديني هو في الحقيقه ليس خطابا واحدا هو خطاب متنوع الالوان وبالتالي عندما نتكلم عن الخطاب الديني ونقول ان هناك ازمه في الخطاب الديني لا هي في الحقيقه انا في نظري هناك ازمه في لون او الوان معينه من الوان الخطابات الدينيه المقصود الدينيه الدينيه التي تنتسب الى الدين نعم. هناك يعني كما يقول العلماء هناك عقائد دينيه يعني منسوبة ادعاء من أصحابها إلى الدين كذلك خطابات دينية هناك بعض الأفكار يعني الخطاب هو الفكار. الخطاب الكلام الذي يوجه إلى الناس ويحمل فكرا معينا يدعي أصحاب هذا الفكر في أثناء في في خضم هذا التنوع الخطابات يدعي كل واحد منهم أنه منتسب انتسابا صحيحا للدين الآن المشاهد العادي القارئ لهذه الخطابات يقول هذه كلها خطابات دينيه، لا، الحقيقه اننا يجب ان نقول هذه كلها خطابات تدعي انتسابها نسبة صحيحة الى الدين، لاحظ كيف؟ الم... هذه اول اول خطوه من خطوات معالجة محاولة معالجة او نقد اعادة تفحص تفتيش في هذه الخطابات، نحن لا نسلم ان كل خطاب ان كل خطاب يوجه باسم الدين هو في الحقيقه من الدين، هي رقم واحد بعد ذلك يجب علينا البحث أنه أي هذه الخطابات هي فعلا تنتسب انتسابا صحيحا إلى الدين ما هي المعايير التي يجب علينا أن يعني نمشي عليها نتخذها يعني منارات لتفحص هذه الخطابات أنا في نظري البسيط أن هناك أشياء واضحة ما كان يسميها العلماء في المعلوم من الدين بالضرورة أشياء واضحة بديهية في هذه الأشياء الواضحة البديهية المعلوم من الدين بالضرورة القضايا التي بلغت درجة لا يصح لأحد من المسلمين أن يختلف فيها من المسلمين الفاهمين لحقيقة الدين أن يختلف فيها هذه التي يجب أن تكون خطابا عاما للمسلمين. ما سواها يجب أن أن يكون خطابا خاصا لمن يؤمن بها أو يرجحها إما على تقليد أو على نظر. إذا هناك خطأ في منهجية الخطاب منهجيه الطرح الطرح أن, أن, تقو ان تقدم او ان تجعل من اولوياتك ما هو من الاختلافات بين المسلمين أو ما يحتمل الرد والقبول، ثم تجعله في بداية الصف وهو في بداية الخطاب، بل هو تجعله الأصيل والواجب على كل إنسان أن يعمله في نفس الأمر هو في الحقيقة أقل ما يقال فيه أنه خلافي، ربما يكون خاطئاً، ربما لا. يكون باطلاً، لكن بحسب الدعوة هو خلافي، فكيف يجب كيف يجوز لك في نفس الأمر أن تجعل ما هو خلافي أمرا معلوما من الدين بحيث تريد أن تجعله سمة عامة للمجتمع، العلماء لم يكونوا كذلك، أيه. العلماء المحققون أيه. لم يكونوا كذلك. يخاطبون خطاب المجتمع الخطاب العام المعلوم من الدين بالضرورة، ثم بعد ذلك بحسب يعني مقامات الناس والمثقفين الذين نسميهم الآن مثقفين أو علماء أو طلاب علم يوجه لكل واحد خطاب يليق بدرجته من الوعي، لكن الوعي العام والخطاب الجماهيري يكون من المعلوم من الدين بالضرورة والقضايا الواضحة التي يقل فيها الخلاف. طيب سيدي الحبيب انا هرجع لحضرتك تاني في هذه النقطه لان لدي فيها استفسار لكن في الجزء الخاص بالالحاد بالشباب الذين تاثروا بهذا الخطاب فخرجوا عليه وهروبا منه قرروا هروبا منه قرروا ان يلحدوا. حضرتك بتشوف انهم ايضا يتحملوا جزءا من المسؤوليه نتيجه لانهم لم يسعوا أو يبحثوا في التصديق وصولا للتسليم حتى يصل الإيمان اللي كان ممكن يؤهلهم لمواجهة هذا الخطاب عشان أربط بس بالحلقتين السابقتين كان الفقير إلى الله كتب مقالة اسمها أهو إلحاد أم أنه البحث عن الحق نعم أو عن الحقيقة هناك جزء متعلق بما يمكن أن يضبط ما معنى ما يمكن أن يضبط هل أنت بحث بشكل حقيقي أخذت منهج علمي للبحث أنت أصلاً عندما انطلقت من اعتبار أنك مسلم، هل درست دينك على نحو حقيقي؟ بأدوات البحث الحقيقية أم أنك أخذت ساقطة ولاقطة من هنا؟ سمعت شيخ يتكلم بطريق معوج، قرأت كتاب لواحد متشنج، أو قرأت شبهات لمستشرقين أو لأناس ملحدين أو فلاسفة لا يؤمنون بالله، وتراكمت في ذهنك على أرضية ردة الفعل التي أنت تعيشها تجاه السوء الذي يمارس باسم الإسلام. فاعتبرت أن هذا يكفي نعم هذا الإجابة عنها لا تكون من علي ولا من الشيخ ولا منك هذه هو إذا وقف وقفة صدق مع نفسه وشعر أن القضية من الأهمية بمكان بحيث أنها قضية وجوده كلها ومستقبله تستحق أن ينظر فيها بنظر متبصر هل بالفعل قبل أن أتخذ قرار أنني يعني قبل أن يتخذ قرار أن يلحد هل درس المشا... المسائل التي بسببها قرر ان يلحد؟ هل الادوات التي اشتغل عليها كانت صحيحة او لا؟ عند التفتيش ستجد المشكلة هي في السؤال الذي انت سالته. لا. انه اصلا لما انطلق باعتبار انه مسلم يريد ان يفحص ما عنده لم يفحص بادوات علمية صحيحة المكان الذي انطلق منه وبسبب ردة الفعل عند الكثير من الشباب تجاه النماذج السيئة، تجاه المستوى المنحط المتخلف الذي تعيشه الامة اليوم. اتجاه استغلال البعض الدين للتسلط او للتاكل. هذه الحاله من رده الفعل توجد ارضيه عدم الحي الحياد، يعني عدم الموضوعيه. عدم الموضوعيه يجعل الانسان يبحث في اتجاه واحد، انا متضايق من هذا. فابحث دائما في هذا الاتجاه، واي واحد يطرح شبهه ولو في صوره فلسفيه بسيطه، ايوه هذا عنده راي وهذا عنده حجه، هذا عنده منطق، مش انتم اللي تلغوا العقل. طيب من هم اللي ألغوا العقل؟ الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان وقرأت في الكتاب الفلاني هل رجعت لأهل الاختصاص؟ هذه مسألة متعلقة بالعقيدة نعم والمسائل المتعلقة بالعقيدة ثلاثة أصناف من الاختصاصات اختصاصات لها صلة بها علم الكلام كالعلم الذي برع فيه الشيخ حفظه الله علم المنطق أيضا والعلم الثالث تزكية النفس نعم. لا. لأنه بقدر ما يصدق الإنسان مع نفسه ويكون جادا معها البركة تصفو فيستطيع أن يعمل الأدوات العقلية نعم, نعم. فالجواب نعم جدا. نعم هطلع فاصل بعد الفاصل هرجع لفضيلة الشيخ سعيد فود عشان أسأله لو جنبنا المعلوم من الدين بالضرورة سنجد أن أغلب الأزمات لا علاقة بغير ذلك تظل يظل الخلاف حول هو الدين الاسلامي ده دين عنف ولا دين سلام ورحمه هل هو دين شكليات بيهتم بالحجاب واللحيه وينشغل بهم في عصور وازمنه طويله وتضيع الاسس الحقيقيه او الرساله الحقيقيه لهذا الدين الازمه فين بالظبط بعد الفصل ان شاء الله اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى نواصل حوارنا حول ازمه الخطاب الديني مع فضيله الداعيه الاسلامي الحبيب علي الجفري وفضيله الشيخ العلامه سعيد فوده سيد الحبيب في نهايه قبل الفصل حضرتك قلت لي ان لديك تعليق او افتئات على سؤالي سؤال <applause> يعني <applause> يعني يركب على سؤالك نعم وفي الفاصل قلت لك افتئات فسامحني لا لا خلص مسكك <applause> <applause> يعني <تصفيق> <تصفيق> الأستاذ خيري سأل سؤال مهم وأظن أن لب هذا السؤال متصل بالأولويات نعم وإنزالها محلها لكن بين يدي هذا السؤال سؤال يعني شديد المساس بمجالكم الذي نحتاجه حتى المعلوم من الدين بالضرورة أيوه. ارتكز على خلفية أن هناك حقائق ثابتة وهناك يعني معلومات نسبية تدور حول الحقائق الثابتة أثناء نقاش في إحدى الحلقات الماضية بني النقاش على أساس أن هناك من ينفي بالكلية وجود حقائق مطلقة أو حقائق ثابتة اللي هو نتشه ومن بعده إن أنه لا يوجد شيء الكون كما تراه لا. هذه ثلاثة مستويات عدم وجود أرضية ثابتة ينطلق منها المستوى الثاني المعلومة من الدين بالضرورة المستوى الثالث اللي هي الفروع التي أشار إليها الفروع نعم. وأولوياتها نعم جميل يعني وفي الحقيقة هذا يعني وقت قصير لا يمكن للواحد أن يتكلم فيه كما يليق بهذا الموضوع العميق يعني لكن في الحقيقة أنا أرى أن المنهجية التي تبحث في كل هذه المستويات هي منهجية واحدة جميل. أرجع وأقول مرة أخرى أنه يجب على الإنسان عندما ينظر عندما يفكر أن أولا هي من, من, من شروط النظر أن تحاول صرف البواعث النفسية بما فيها بواعث اجتماعية بما فيها تجارب شخصية مر فيها كل واحد لا يجوز له أن يجعلها مؤثرةً على فكره موجهه له، هذه بسميها العلماء من مضادات ومنافيات النظر، يجب على الانسان ان يحاول قدر المستطاع التخلص منها، هي ما تسمى بالفلسفه الحديثه والديكارت وكذا النظر الموضوعي، وهذا امر ممكن تكلم عليها العلماء فيجب على كل انسان انه اذا اراد ان يفكر، اذا شرع في التفكير في مسائل تتعلق باصول الدين او ما قبل اصول الدين، يعني مساله العلم، مجرد امكانيه العلم التي تنفي البديهيات هي مساله صارت مبحوثه الان. في الفلسفة وفي العلوم الفيزيائية المعاصرة ونحو ذلك يجب عليه أن أقول ينبغي له إذا أراد أن, أن يحقق مدعاه النباحث موضوعي أن يصرف عوامله النفسية ومرجعياته الفكرية الآن لو أردنا أن نقول نتكلم في مسائل من مسائل بديهيات العلم أنه هل فعلا الإنسان إذا ترك وشأنه يقول أن ال ال النفي والإيجاب يجتمعان يعني هل يمكن لك أن تعتقد مثلا هذه الشيء وضده الشيء وضده يعني أن الشيء يكون موجودا ولا موجودا في نفس الوقت هل إذا عرضها الإنسان الفيزيائي أو الفيلسوف أو المتكلم أو العامي لأول النظر على فكره يقبلها أو يرفضها يرفض يرفضها يعني بالبداه هو هذا هو المقصود بالبداه لكن ستجد بعض الناس الذين قالوا في يعني نظروا في انفسهم فقالوا لو سلمنا بان الشيء وضده او الشيء ونقيضه لا يجتمعان او لا يرتفعان فإننا سنلتزم بالضرورة بعد ذلك بلوازم هذه المسألة لاحظ صارت المسألة سياسية صارت وجدانية وليست عقلية علمية إذا إذا خضعنا لأن النقيضين لا يجتمعان سنضطر إلى أن مثلا وجود الله إما أن يكون موجود أو لا طيب هل في إمكاننا أن نعرفه نعم في إمكاننا أن نعرفه لاحظ مقدمة تستلزم فأنا مقدمة. خايف أن أقبل الرؤية العقلية سيخاف أن يصل إلى حتى النتيجة حتى لا إلى الإيمان فلذلك فبذ... يعود رأسا على عقب وينفي القضيه التي سلم بها لاول نظر وهي حتى الان للمعلومات العامه لا يستطيع لا رياضي ولا فيزيائي ولا فيلسوف ان ينفيها نفيا محضا هي كل ما في الامر انه يثير تساؤلات عليها تشكيكات اما ان يقول واحد من هؤلاء انه لدي دليل اكيد على نفي هذه لن يستطيع احد ان يثبتها لا في اي مستوى من المستويات العلميه فاذا هناك الانسان يرجع الى نفسه في الاخير هي قضيه كما اشار الحبيب بينه وبين ربه أنا مش راح أحاسبه على فكرة على هذا الكلام لكن ليكن صادقا أمامه يعني هل يستطيع مثلا أن يجلس معي أو مع الحبيب أو مع حضرتك أو مع أي واحد ملتزم بمناهج البحث ويلتزم جزئيا وكليا بكل مقتضيات البحث بحيث لا يصل إلى تناقض أم أنه في الأخير سيقول لكن يا أخي ما هم استعملوا هذه المقدمات في مسائل سياسية أو فلسفية ولذلك أنا يجب أن لكن أن لو قال أصلا أن أنا لماذا أسلم أن هذا هو منهج البحث في هناك أيضاً بداهيات في البحث مناهج البحث تتفاوت إلى مستويين. مستويات بديهيه ومستويات نظريه حتى يعني. اولا قبل ان نلزمه بالمستويات النظريه نلزمه بالمستويات البديهيه مثلا ان لا يثبت القضيه ويثبت ويثبت ما ينافيها هذه منهجيه من مناهج البحث لا يستطيع واحد في على الاطلاق ان ان نعم هذا مناف للبحث اصلا ومن هنا انا أن اسف أن بس عند هذه النقطه قال لي احد العلماء تمام المشايخ مه في يوم من الايام احنا كمشايخ انا اقدر اقنعك بالشيء وعكسه ومن القران والسنه مع احترامنا لهذا الشيخ مهما كان يعني قدره لا. ومهما كان عالما هذا اما ان يقوله على سبيل المباهاه او على سبيل انه يقول لك يوجد هناك شبهات لكل واحد يمكن أن يستند إليها عليها في القرآن أو في السنة بدرجة من درجات الاستناد يعني من باب أنه أنا شيء نسبي وليس قطعي أنا آسف في التعبير هو كان بيكلمني عن عالم العلماء وأصحاب الخطاب الديني فبيقول لي إحنا عالم المشايخ نستطيع أن لا هذا أقنعك بالشيء وعكسه ومن القرآن والسنة أبدا أنا هذا الكلام لا أوافق عليه أبدا مطلقا لأنه تعرف هذا لو, لو سلم وكان يعني قصده قصدا حقيقيا هذا يؤدي إلى نقد القرآن والسنة من أساسه في في كلياته وفي جزئياته اما اذا قال قاله على سبيل انه المسائل يعني نظريه وتحتاج الى بحث وقد ترد عليها شبهات هذا مسلم اما اذا قال انه حقيقه الامر كذلك مش م. صحيح ادرو لك طب مسائل. انا اسف يعني اذا اذا جيت علشان اوصل في الدقائق الباقيه لفكره الفرعيات تمام. إذا جيت لأحاديث زي وجوب إطلاق اللحية مثلا نكتشف إن إحنا بندخل معارك كثيرة والبعض يقول أنها واجبة والبعض يقول أنها محببة والبعض يقول أنها بارك الله هل هذا الشيء وعكسه يعني لذلك لذلك أستاذ خيري يعني هذا سؤال جميل جدا يعني مسألة وجوب اللحية هذه من الفرعيات بل من فرعيات الفرعيات بل تسمى في لغة الفقه والأصول من الخلافيات الخلافيات هذا التي قلت عنها سابقا لا يجوز أن نجعلها شعارا لخطابنا للناس لاحظ هذه بالضبط مثال صحيح جدا على كيفية خطاب أنا لا ولا عمري خاطبت الناس أنه أول شيء ليش يا أخي مش مربي لحية هذا نوع من الغباء بالنسبة إلي أولا بقول له لازم تصلي نعم لا. بعدين بقول له يا سيدي اللحية أكثر العلماء على إيجابها ثم بعض العلماء عند الشافعية وعند غيرهم قالوا هي مندوبة مستحبة وليست واجبة فاختر ما تريد من ذلك لكن على كل هذه الأقوال لكن أن لا أجعل هذا الخطاب أنه يجب أن تربي لحية أصلا من الأصول بحيث أنه إذا واحد حلق اللحية أقول له أنت خرجت عن أصل الإسلام لم يخرج عن أصل الإسلام هذه مسألة خلافية أقول للإنسان على كل الأحوال لا يجوز أن تستهين باللحية أقل شيء فيها لكن انك تربي ما تربيش هذه راجعة لاختيارك الفقهي هذا مفهوم مسألة خلافية ومن هنا يأتي نوع من الاضطراب يعني من خطاب بعض الناس الذين يقدمون الخلافيات على الاصليات لا. لذلك قلت انا سابقا واحد انا لو اردت ان اخرج على الناس واقول اخاطبهم بماذا اخاطبهم اخاطبهم بانه يجب ان يقبض يده او يرسلها او يحطها فوق هذا ليس خطاب لعامه الناس من الغباء أن نخاطب الناس بهذا المستوى لاحظ أنا يعني اسمح لي أن أقول هذا الكلام من دقيقة. الغباء دقيقة دقيقة بهمش كذلك من الغباء أني أجعل خطابي لعامة الناس يا أيها الناس يجب أن تربوا لحية لا عامة الناس يجب أن يؤمنوا بالله أن يحسنوا الصلاة أن يدعنوا إذعانا كاملا للأخلاق لل... للأخلاق المقطوع بها لأنه في هناك أخلاق برضو محل خلاف حتى الأخلاق فيها مستويات مقطوع بها ومحل نظر أخلاق الثوابت ثوابت في الثوابت في الأخلاق. اللف... هذا هو النحو الذي يخاطب به عموم الناس، اما جعل مسائل خلافيه، مسائل اصليه او خيارات سياسيه او خيارات عقائديه معينه مثلا اشعري وشافعي، عفوا اشعري ومعتزلي، انا لا اخاطب الناس عمومهم بما هو من خلافيات المذاهب، انا اخاطبهم بما هو من ضروريات الدين، اما بعض المتخصصين مثلا واحد معتزلي يقول لي انا والله تجاوزت مساله الضروريات الدين لانه الكل متفق عليها مثلا، نعم لي ان اناظره في مساله فرعيه لكن لا يجوز لي ان اجعل مناظرتي معه ومباحثتي معه لسائر الناس وسائر الخلق ومن هنا يبرز حكمة واحد مثل الإمام الغزالي إلجام العوام عن علم الكلام هو في الحقيقة إلجام العوام ليس عن علم الكلام فقط بل عن كل علم تفصيلي خلافي لاحظ كيف المسألة لم يكونوا قد استوعبوا ما قبله ليسوا أهلا لأن يخوضوا فيه لاحظ لا حتى لو الآن أردت أن أتكلم معك في بعض دقائق الفقه لا يجوز لنا أن ننشر هذه الدقائق الفقهية التي هي محل خلاف بين العلماء ونرميها إلى الناس على أنها خطاب عام يجب أن تدعين لها و هذا كله يندرج تحت فائدة القول الإمام الغزالي انه إلجام العوام عن الخوض في الخلافيات حتى، لأنه هذا متروك لاختيار ما هذا الناس هذا بس الكلام فضلت الشيخ سعيد، ما تبقى من دقيقتين حضرتك لك ختام هذا البرنامج في نهاية هذا الشهر الفضيل وكل عام وحضراتكم بخير وإن شاء الله تبلغوا رمضان القادم ويتقبل الله حسناتكم في هذا الشهر الكريم، تفضل سيدي. على آخر ما قال سيدنا الشيخ أرجو أن يفهم أولاً أن المقصود من الإلجام هنا الدفع إلى التدرج وليس الاستكثار على عقول الناس أو اعتقاد أن عقول العلماء فوق عقول الناس الشيخ يقول هنا أنك حتى تصل إلى التفريعات ينبغي إن, أن تكون قد أتقنت ما قبلها فهو تراتب منطقي للعلم وقد جئنا إلى آخر ونهاية هذه الحلقات التي أسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا ومنكم ومن إخوتنا الذين شاركوا فيها علماءنا الذين شاركوا فيها أود أن أقول في نهايتها رسائل سريعة أولًا الثنائيات لا ينبغي أن تحبسنا، لا تسلم عقلك لفكرة الثنائيات إما أن تكون كذا أو تكون كذا، ربما يكون هناك خيار ثالث ورابع. الرسالة الثانية العلم يقتضي الجدية في البحث وليس مجرد أن الفكرة يعني ناسبت ميل الإنسان فيسارع إليها. ثالثا الكثير من الاسئله التي نظن اننا لا نملك الاجوبه عليها او لا يوجد في في الشريعه اجوبه عليها تحتاج منا ان نسال السؤال الصحيح للشخص الصحيح. الرساله الرابعه مهما كان الاختلاف يبدو كبيرا او حتى متضادا بين الافراد اذا احيينا ادب الحوار وخلق الحوار يمكن ان تسعنا الارض. نرى كثير من الحوارات الناس يتشاجرون فيها ويتلاسنون بما لا ينبغي وربما يشتبكون بايديهم. رايتم في الحلقات الماضيه حوارات اشتد فيها الخلاف واحيانا وصل الى مرحله التضاد. لكن وسعنا هذا المجلس وسعتنا هذه الحجره. الارض مثل هذه الحجره اذا استطعنا ان نتفاهم وصدقنا في طلب اراده الحق وتخلقنا بالاخلاق الطيبه يمكن ان تسعنا الارض. لكن إذا فقدنا لغة الحوار ستكون الأرض أضيق من هذا الاستوديو أضيق من هذا المجلس وأخيرا الصدق في طلب الحق باب الوصول إليه والأخلاق هي المركب الذي يوصل من خلاله إلى معرفة الحق أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص وأن يخلقنا بأحسن الأخلاق واسالها أن يجزي عنا سيدي الشيخ سعيد وشيخنا الامام العلامه الشيخ علي جمعه واخوتنا الذين جاءوا في الحلقات مع مختلف مشاربهم والاستاذ خيري رمضان طبعاً الذي طبعاً. كان كثيرا ما يصبر على سوء خلق الفقير في مقاطعه او في فئات أف أف على وقت اخوتنا الذين انتجوا في هذه القناه والشباب الذين سهروا معنا وتعبوا مختلف الاوقات كثير من الخير الذي اجراه الله في هذه الحلقات من حيث نشعر قد يكون ببركة أحد الشباب الذين يقفون وراء هذه الآلات التي للتصوير الكاميرات والناس لا يرونهم تكون نية صادقة يريد أن يوصل رسالة فيجتهد في محاولة إتقان إيصال هذه الرسالة هؤلاء لهم قيمة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى ربما أحد إخوتنا الذين قدموا لنا شايا أو قهوة أو كاس ماء ببركه صدقهم اجر الله ما اجراه من الخير والفتح. نسال الله عز وجل ان يبارك في الجميع وان يوفق الجميع يا رب. وان يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه. آمين أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم وأطلب منكم المسامحة عن أي تقصير أو خطأ رأيتموه خلال الحوارات إنما كانت مفاتيح لأفكار بارك الله فيكم شكرا لكم أنا بشكركم جدا أنا أشكركم أنا. جدا أيضا <applause> وشرف لي أن ألتقي معكم بارك الله فيكم الله شكرا, شكرا لكم جميعا <applause>